كتير بنسمع عن موضوع زراعة الأسنان نور، بس اليوم بدنا نعرف تفاصيل أكثر عنه، وخاصة أنه زراعة الأسنان بيكون مكان الأسنان التالي في نتيجة الإصابة بعدوى جرثومية مزمنة بالأنسجة المحيطية بالسن. اليوم بدنا نحكي عن تقنية زراعة الأسنان طبعا، وتفاصيل من كل الأسئلة رح يجاوبنا عليها الدكتور محمد علي، أخصائي بالأسنان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، صباح صباح الخير. هون وصباح سعد يسعد صباح مشاهدين جميعا. الدكتور. بالبداية خلينا نقول ايمت بيحتاج فعلا زراعة الأسنان الشخص؟ لما نقول يعني الخيار الأخير دائما الناس تتجه هو زراعة الأسنان لأنه اليوم جدا مكلفة. أي سن بينقلع بدنا نلجأ لتعويض عنه، هون بنبلش موضوع الزراعة، وأنا بحب أعتبره هو أسلم الطرق لتعويض السن المفقود، سواء سن ولا عدد من الأسنان. لأن الزراعة بنحط مكان السن المفقود زرعة واحدة، ما بنضطر نبرد السن قبل وبعد القلع بحيث نحصل على جسر، هون بنحصل على تعويض لسن واحد مكان القلعة الواحدة. بس مثل ما حكيتي حضرتك إنه مكلف شوي، مو كل العالم قادرة تزرع. صحيح. طيب خلينا نحكي شو الفرق بينه وبين تركيب الأسنان، يعني الزراعة بأي حالات ممكن تكون وتركيب الأسنان بأي حالات؟ مثل ما حكينا على تركيب الأسنان، لما بنقلع أي سن بدنا نحط مكانه، فينا نعوض عنه بجسر، الجسر بدنا نضطر نصغر بالسن اللي قبل القلع وبعد القلع بحيث نحط جسر، يعني بتكون دمية موصولة بقطعة قبل وقطعة بعد القلع. بينما الزراعة هي عبارة عن عملية بنلجأ لشق اللثة، بنحط الزرعة بننتظر عليها فترة معينة حتى يتم الالتحام العظمي مع الزرعة، وبنيجي بنعوض الجزء الثاني من الزرعة وبنبني عليها. هذا إذا كان عندنا قلع واحد. في حال كان عندنا كامل، يعني كل تم المريض مقلوع ما في أسنان، هون في عندنا خيارين، أما بده يلجأ للبدلات المتحركة أو للزرع. البدلات المتحركة بتعرفوا مشاكلها كثيرة، وفي مرضى ما بيتحملوها، عندهم حساسية منها، هون الحل الوحيد بيكون إجراء الزرع لكامل الأسنان بالفك العلوي أو السفلي. وطبعا هون بتختلف الزرعات، في عندنا زرعات فورية خلال 24 ساعة إلى استطبابات أو إلى مضادات استطباب، وفي عندنا الزرعات السريعة ضمن شهر، وفي عندنا زرعات التقليدية واللي أنا بفضلها، هي عبارة عن جزئين بدها من 3 إلى 6 شهور. بنعمل عملية بسيطة، بنحط الجزء الأول من الزرعة، بنرجع بنخيط، بعد 3 شهور ل6 شهور بنحط الجزء الثاني من الزرعة اللي هو بيمثل تاج السن، وبنرجع بناخذ مقاسات وبنبني فوقه بحيث إنه نحصل على أسنان ثابتة وإن شاء الله بتقضي مدى الحياة. نعم. طيب خلينا نحكي، دائما نسمع عملية الزرعة هي تم عفوا على مراحل، خلينا نحكي عن مراحل الزراعة. هي بيتم أول شيء زراعة بدل الجزر، كيف بتتم؟ على قلنا نحن يمكن 3 أجزاء مبدئيا، فينا تماما نعرفها أكثر. أول جزء هي بدنا بيجي المريض لعنا، بدنا نفحص الحالة الفموية لإله، نطلب صورة ثلاثية الأبعاد CBC2، هذه بتوضح لنا حجم الفك من جميع الجوانب بشكل مقطعي. بنشوف شو العادات السيئة عنده بحيث بلكي فيه يتخلص من بعضها، كتدخين، كشرب كحول. شوفنا هيك قبل نحضر المريض لقبل إجراء العملية الجراحية. لما بنقرر بندرس الصورة طبعاً، بنختار نوع الزرعة، حجم الزرعة اللي بيتناسب مع العظم المريض. هون منجي للمرحلة الثانية يلي هي الجراحة، تحت التخدير الموضعي، وأحيانا تحت التخدير العام، بس معظم الأحيان بنسبة 99% تحت التخدير الموضعي. نجي إجراء شق جراحي للثة، بنوصل العظم، نحفر بالعظم، بنحط الجزء الأول من الزرعة يلي هو بيمثل جذر السن، وبنرجع بنقطب فوقه بحيث انه بننتظر من 3 إلى 6 شهور حتى يصير اندماج عظمي بين الزرعه وعظم المريض. هون بنجي للمرحله الثانيه، بنعوض الجزء الظاهر، بنكشف بشكل بسيط مكان الزرعه، بنحط الجزء الثاني من الزرعه، بننتظر حوالي 15 يوم، بعدين بناخذ المقاسات وبنحط التعويض النهائي اللي بيختاره المريض، سواء الخزف او زيركون، حسب بقى خيارات المريض هون. نعم دكتور، يمكن كثير من الاساليب المتطوره صارت لزراعه الاسنان، خلينا نعددها. وشو هي زراعه الاسنان بالليزر؟ بس خبرنا باي حاله من الحالات ممكن تكون موجوده. هلا زراعه الاسنان مثل ما حكينا من شوي، يوميا طب الاسنان في تطور يوميا،
الطبيب المفروض يواكب هاي التطورات بحيث انه نعطي المريض افضل نتيجه باقل التكاليف واجود الانواع. هلا بالنسبه لزرعات الاسنان احيانا في لها مشاكل بعد الزرعات. بعض المرضى في يعني بنعاني من مشاكل ممكن توصل لنكس الزرعه، بنحس فيها من خلال الم المريض، خراجات معينه عند الزرعه، روائح كريهه بتطلع من تم المريض، بالاخير جسم المريض هو بيلفز الزرعه وما بيتقبلها ابدا. بنلاحظها هي بمرضى السكري الغير مضبوط اللي معهم مرض سكر غير مضبوط، المضبوط ما بنعاني منه زياده. مرضى السرطانات وخصوصا اللي بيستخدموا اشعه، هون بيصير في خلخله بعد من الفك. المرضى اللي بيعانوا من حساسيه تجاه ماده الزرع يلي هي التيتانيوم، احنا ماده الزرع الاساسيه هي التيتانيوم. في مرضى ما بيتقبلوا هاي الماده وجسمهم بيلفظها ولو انه نسبتهم قليله جدا. في عندنا مثلا بعض الزرعات احيانا اذا كانت الزرعه قريبه من العصب الرئيسي تبع الفك ممكن المريض يشعر بخدر دائم. هون لازم تكون مسبوقة قبل عملية الزرع بدراسة معينة على ايدي ماهر، ان شاء الله ما بتتم هيك امور. بالفك العلوي ممكن بمنطقة الجيوب كمان تصير مشاكل بالنسبة للزرعات. هون كمان ممكن نلجأ لعملية رفع جيب بحيث انه ما تفوت الزرعة ضمن الجيوب الفكية وتعمل مشاكل دائمة للمريض هون. كل معظم هاي المشاكل نحن بنتجاوزها باذن الله من خلال الدراسه وصوره السي في سي 2 هي بركز عليها. في اطباء للاسف بيعتمدوا على البانوراما، صوره البانوراما ما بتوضح حجم الفك من ثلاثيه الابعاد من كل النواحي. طيب دكتور، يمكن خلال حديثك حكيت عن انواع الزرعه وهي الزرعه الفوريه فينا نقول، السريعه والتقليديه، ويختلف فينا نقول التوقيت والزمن لكل زرعه. خلينا نحكي عنه مفصلا وشو الفرق. يعني انت قلت مثلا بتفضل مثلا التقليدي اللي هي بتحتاج زمن طويل، بس يمكن المريض بيقول لك انا بفضل السريع لانه بيختصر الوقت نوعا ما. السريع لها مشاكل ولها شروط، يعني المفروض يكون حجم الفك طبيعه العظم كافي لاجراء هي الزرعه ولها مشاكل بعد الزراعه. بينما طرق الزراعه التقليديه هون بنحط الجزر ومنخيط فوقه وبننتظر فترة حتى نتأكد انه صار اندماج بين الزرعة والعظم. هون يعني بنكون هون واثقين انه نسبة الفشل راح تكون قليلة جدا. لما نقول فورية او سريعة او تقليدية، نفس المادة توضع؟ نفس المادة، نفس المادة التيتانيوم. هاي التيتانيوم يعني خسبتوها بالصدفة طبعا بالسويد، هو عالم سويدي كان عم يعمل تجارب على الأرانب طبيعة التغذية تبع العظم، حط كاميرات بعظم الارنب لمراقبه هالشيء. تفاجأ لما خلص من التجارب بده يشيل هاي الماده، مصنوعه كانت هاي الكاميرات من التيتانيوم، تفاجأ انه اندمجت مع العظم وما عاد في شالها ابدا. هون بلشت فكره الزراعه. اول زرعه تمت بالقرن الماضي بال 1965 تقريبا. لذلك انا افضل الزرعات التقليديه، نضمن انه صار في اندماج بين العظم والزرعه بحيث تتوزع جهود الاطباق على كامل الفك. بينما الزرعات الفورية لها مشاكل واحتمال النكس كبير كثير. شو هي مشاكل الزرعة الفورية؟ النكس، ممكن النكس. نكس الزرعة ممكن الجسم يرفضها. وانت تخيلي انه رح تحطي زرعة وفورا تعودي فوقها، هون بيكون في ضغوط على الفك بشكل مو طبيعي بشكل كبير. نعم. طيب خبرنا، هل زراعة الأسنان هي دائمة ولا في حالات ما بتكون دائمة؟ معظم الحالات زراعة الأسنان بتقيم فترات طويلة جدا، ممكن تروح مدى الحياة. في حالات إذا العظم ما كان كويس ممكن تكون المدة أقل، بس هي أكيد زرعات الأسنان هي زرعات توضع دائمة مدى الحياة، لأنه فيها مخاطرة عملية وفيها تكلفة مادية للمريض. أكيد ما رح يحطها حتى تكون مؤقتة، رح يحطها بهدف الديمومة وأنه ترجع الناحية الوظيفية والجمالية لإله كمنظر أسنان وكناحية أنه يأكل ويقدر يمضغ الطعام. طيب دكتور، حكيت يمكن انه زراعه الاسنان والزراعه التقليديه هي الافضل والامن، لكن تحتاج لفتره زمنيه طويله، بنحكي عن 3 لـ6 شهور. تمام. اكيد في بعض يمكن الاجراءات لازم يكون فيها المريض للحفاظ على هي الزراعه. شو الاخطاء الشائعه اللي بيوقع فيها المريض ممكن تؤدي لنكس هي الزراعه؟ مثل ما حكينا من شوي، اهم شيء سواء في زرعات ولا ما في زرعات، العنايه الفمويه بحال وجود الزرعات هون صارت مطلب اساسي ورئيسي. العنايه الفمويه، مضامد، استخدام معاجيل الاسنان، حتى فرشاه اللثه يعني.
تقيد بشروط بعد الزرع. في أدوية بنعطيها للمريض مشان ما يصير وزمة. مراقبة الزرعة من خلال أشعة، نطلب صورة للمريض بعد الزرع بأسبوع، بعد الزرع بثلاث شهور، حتى بعد التعويض ممكن كل فترة نطلب صورة حتى نتأكد أنه ما صار أي مشاكل حول الزرعة، وإذا صار مشاكل نتلافاها بشكل سريع قبل ما تتأزم. نعم، نحن بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي عطيتنا إياها دكتور، وإن شاء الله بالصحة والسلامة للجميع، ويوعوا هيك عن النصائح اللي عطيتهم إياها فيما يتعلق بزراعة الأسنان. شكرا لك. الله يسعدك ويخلينا نكون على عصير.